رحلة جديدة ويوم جديد، وجولتنا لهالأسبوع رح بتكون من عاصمة المجر بودابست. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رحلة بمحفظتين، وهالمرة من بودابست. إذا بعطلنا مع الهوى اليوم رح نتعرف معكم على هالمدينة اللي ازدهرت على ضفتي نهر الدانوب، واستعمرها المجر قبل حوالي 1200 سنة، وبنوا مستعمراتهم في بودا على الضفة الغربية وفاست على الضفة الشرقية من النهر. كانت مدينة بودا منفصلة عن مدينة بست، واتحدوا بأواخر القرن التاسع عشر. اليوم رح نستكشف معالم هذه المدينة، نخوض في تاريخها ونتعرف على أهلها. شو هي؟ احذرشي، جاني مسج من فريق العمل وقالوا انك انت للاسف رح تاخذ البجت العالي وانا رح اخذ البجت الصغيره. بس دبري حالك اذا هيك. هلا بصراحه لك انا كمان هيك فرحانه لانه سمعت انه هنغاريا اقتصاديه. يلا سليم، انبسط بيومك وخلينا ناخذكم بجولات شيقه. يلا. اذا وبالبدايه عرفنا مع مين رح بتكون الميزانيه العاليه هالمره ولاول مره من نصيب سليم ويلي قيمتها 400 دولار، ونانا يلي حصلت لاول مره كمان على الميزانيه القليله ويلي قيمتها 100 دولار. يا ترى كيف رح بتكون جولاتهم لليوم؟ خلينا نشوف سوا. خلينا نجرب هاي. كانت فاين. إذا ما زورت من نوم الريح والله بالمعركة بيتعب. هاي كانت 1000 فرت، حوالي 3 يورو. الآن راح أحاول أروح على القصر الملكي بقلعة بودا، وبعدين بدي أنزل تحت على المدينة. ما حالفك الحظ يا سليم للأسف هالمرة، وهذا أكيد بسبب الرياح. خلينا هلأ نشوف هالرياح لوين أخذت نانا. عم حاول أتعلم كيف هون برصة. Okay. To right, to left. All right, yeah, good. We have a band now. Yeah. One, two, three. Should I teach you the Arabic one? I'll show you how to dance, yeah? We will slow down right now and then we will move quick, yeah? Yeah? Is it nice? Yeah, you have to be quick. You have to move really quick. It's very hard. Thank you so much. My name is Martha. Oh, bless you. I don't have water. Sorry. Where are the boys? Ya khali, where are the boys? There you go. There's still water. I don't know if you like still water. There you go. Thank you very much. So nice to meet you. Thank you. Okay. I will see you again because I'm gonna be around here. All right. مواهب عديدة بتصدمينا فيها دايما يا نانا، مرة غناء ومرة دبكة، شو مخبيتي لنا لقدام كمان يا ترى؟ ومن أجواء الفرح يلي عم تستمتع فيها نانا، خلونا نشوف سليم ليحكي لنا عن مكانه. خلال القرن الثالث عشر هجم المغول على بودابست واحتلوا بست، لكن مع تجمد النهر في فصل الشتاء استطاعوا انهم يقطعوا النهر ليوصلوا لبودا، وتم تشريد أهلها. بعد جلاء المغول قرر أهل بودابست أو قرر المجريين أنه يبنوا هاي القلعة على تلال بودا لحماية أنفسهم.
احنا الان على تلة القصر الملكي اللي بناه ملك مايتش في القرن الثالث عشر الميلادي. في يوم من الايام كان هذا القصر واحد من اهم مراكز القوة في اوروبا. تم تدمير القصر وقت اجتياح العثمانيين للمدينة في القرن السادس عشر، لكن تمت إعادة بنائه. تعرض القصر أيضا لأضرار كبيرة في ثورة 1884 وفي الحرب العالمية الثانية سنة 1944. اليوم صار القصر مقر للمتحف الوطني والمكتبة الوطنية ومعرض المجري. البرلمان الهنغاري هو ثالث أكبر برلمان بالعالم بعد برلمان بيونس آيرس وبرلمان لندن. الآن رح أنزل عن التلة وأمشي للجسر، رح أقطع النهر للجهة الثانية لمنطقة تست وأروح على البرلمان. رح بيكون مشوار طويل عليك يا سليم على هالجسر، إن شاء الله تكون لابس حذاء رياضي مريح لحتى ما تتعب. وبهالوقت خلينا ننتقل ونشوف نانا وين صارت. وأنا هلأ وصلت على فيشرمان باستيون. فيشرمان باستيون يلي موجود بالضفة الغربية من نهر دانيوب بجزء بودا. يا جماعة لحسن الحظ إنه الشمس طالعة كتير حلوة اليوم والجو رائع، وأنا رايحة أشوف هاي القلعة يلي من زمان كانوا بسموها قلعة الصيادين. ليش؟ لأنه العالم يلي كانوا بيبيعوا السمك الصيادين كانوا يبيعوا سمك بهاي الساحة. الأبراج موجودة هون، في منا سبعة أبراج، وهي الكنيسة وقت العثمانيين احتلوا الهنغاريين استخدموها لجامع لمدة 100 سنة أو أكثر يمكن. أنا كتير متحمسة لروح شوف الأبراج وهي القلعة، تعالوا معي. أنا هلأ موجودة بين برجين من أصل سبعة أبراج بهاي القلعة. هدول الأبراج يا جماعة بنوها تكريماً للقبائل المجرية والهنغارية اللي إجت بسنة 896. المنظر ما بحكي لكم قديش رائع، بتطلع على منطقة بودا كلياتها من هون. فن تصميم القلعة هو مزيج من بين العمارة القوطية الحديثة والرومانية، مليئة بالأدراج والأبراج والحواجز. يا جماعة أنا حاسة حالي مروقة كتير وقاعدة بقصر ديزني لاند وما حدا قدي. يا جماعة أحسن شيء بهاي القلعة أنه تفوت عليها مجاناً، بس تدفعوا تقريباً شيء $1 إذا حابين تشوف بودا عن قرب. بس أنا عند الكاميرا مان هلأ بيعمل لي زوم وما بروح البوجت على $1. شكلك يا نانا حذرة جدا هالمرة، خلينا نتركك تستمتعي بها المناظر الخلابة ويلي بتذكرك بأجواء ديزني لاند، ونشوف سليم وين. أنا الآن أخذت الترام وراح أروح على البرلمان. صراحة يمكن هاي أحسن وسيلة أتنقل فيها بالبلد، لأنه تتجنب أزمة السير، تتجنب كل هالمشاكل هاي. بعدين على ما يبدو لأنه المواصلات العامة كتير منيحة، فبالتالي مش كتير العالم تستخدم التكاسي، فيمكن هذا هو السبب ليش التكاسي غالية.
كانت المجر جزء من الإمبراطورية النمساوية من وقت رحيل العثمانيين عنها في أواخر القرن السابع عشر، لكن في سنة 1867 تم عقد اتفاق تسوية بين المجر وبين النمسا يقضي بتأسيس ملكية مزدوجة. وفقا لهذا الاتفاق صار في عند المجر قدرة على كتابة القوانين الخاصة فيها وكتابة الدستور الخاص فيها، وبالتأكيد أن يكون في عندها البرلمان الخاص فيها. فتم بناء هذا البرلمان في سنة 1885 واستمر البناء حتى سنة 1902. جنب البرلمان لقيت هذا المحل اسمه إليزي كافيه، حسب ما فهمت انه محل فرنسي هنغاري. طلبت شغله اسمها كورتيش كولاتش، هي الحلو التقليدي في 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 بودابست او في المجر، يعني شيء زي الكنافه مثلا بفلسطين والاردن. بعرفش كيف راح تكون، هلا بنشوفها بنجربها. هذا المحل فيه له قصه شوي مثيره. تاريخ المحل بيرجع لقبل الحرب العالمية الثانية، لكن بعد الحرب كان هذا المحل بينظم عروض غنائية وعروض موسيقية لجمع التبرعات للأطفال اللي عايشين بالمجاعات بعد الحرب أو عايشين بالمجاعات بسبب الحرب. ماركوش غريتش، ثانك يو. هذه عبارة عن عجينة محشية شغلات مختلفة، أظن مش متأكد بالضبط شو محشية، بس على ما يبدو شغلات معمولة من فواكه أو بصراحة مش متأكد. بتجنن بس كثير زاكر. هيك بنكون خلصنا بمنطقة البرلمان. هاي الكراشتوش كريتش أو بعرفش بالضبط شو اسمها، كثير زاكية وبتعطي طاقة كثير كبيرة على ما يبدو، مشان الواحد يتأقلم مع الجو البارد. يعني على الرغم من إنه مبين في شمس وكذا، لكن الجو كتير بارد، في ريح كتير 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 قوية، يمكن درجة الحرارة صفر أو سالب واحد أو هيك شغلة. فمش عارف حتى الآن وين بدي أروح صراحة، مش عارف. هل جيت نشوف كيف؟ صحتين وهنا يا سليم، بعد هالتحلاية وفنجان القهوة يلي كلفتك $40، ما عاد عرفت وين بدك تروح؟ خلينا نشوف نانا وين أخذتنا. أهم شيء النية الصافية، لأنه النية صافية ومع البجت الصغيرة طالع الشمس، والقارب أخذته مع ديسكاونت لأني طالبة. يا جماعة، هذا النهر الكبير اسمه نهر الدانوب، بلقبوه بنهر العواصم لعدة أسباب، منها أنه بمر من فيينا وبمر من براتسلافا وبولغراد وبودابست، وبحاز لعشر دول أوروبية. هلأ هذا النهر الكبير هو مو نهر واحد، هو عبارة عن نهرين بيلتقوا من بعد الغابة السوداء بألمانيا يلي اسمهم بريج وبريجش، بيلتقوا مع بعضهم وبيصبوا بالبحر الأسود. أنا فضحت حالي جيت لهون. شكرا. ولا يمكن يلي حبت انها تتجول بالقارب ويلي كلفها $16 ويلي بيصل مجموع صرفها لحد هلا الى $41، يعني يا نانا ديري بالك. هذا الميدان اسمه ميدان الأبطال،
وتم تشييده سنة 1896 للاحتفال بالذكرى الألفية لقدوم القبائل المجارية لبودابست وتأسيس أول دولة لهم. التماثيل السبعة اللي موجودة هنا بتصور شيوخ القبائل المجرية السبعة اللي أسست أول دولة للمجر سنة 896. أما التمثال اللي موجود أعلى العمود فبيمثل تتويج أول حاكم مسيحي للمجر. أما التماثيل اللي موجودة تحت فبترمز لأبطال من الحقبة النمساوية، حقبة الحكم النمساوي أو الاحتلال النمساوي للمجر. وبطريقة وأنا جاي حبيت أعمل شوية سيرش على هذا الماركت، الماركت اللي قالوا لي عنه البنات. بصراحة طلع هذا الماركت من أقدم وأكبر السوق الداخلي الموجود ببودابست المجر. يلي اخترع هالفكرة هذا السوق هو كان أول عمدي ببودابست، كان اسمه كامرماير، بس للأسف ما شافوا على دوره. بعد ما تقاعد بسنة 1896 إجا حضر افتتاحه كمواطن عادي. تعالوا معي خلينا نشوف هذا الماركت، شو فيه طوابق ما طوابق، أكل شغلات طيبة. تعالوا يلا. هذا السوق الداخلي فيه ثلاث طوابق. أول طابق سمعت إنه بيبيعوا سمك، وثاني طابق فيه شوية مطاعم، وثالث طابق محل الخضرة والبهارات والجبن واللحم والخيار والبندورة والطماطم وإلى آخره. صراحة أنا سمعت إنه هون بيعملوا كروسان كتير طيبة، ما بعرف بأي محل، هي أول زيارة لإله. تعالوا نشوف شو اسمه هذا المحل وإذا عن جد كروسان طيبة أم لا. يلا نشوف قديش أسعار الشوكولا. 2490 وكل 280 بيعمل 1 دولار. على فكرة إنه الشوكولا بتسمن يعني إنه. استقيت، هاي أول مرة بشوف محل عليه بسطة وخضرة. تعال شو ريحة الفواكه هم تختلف. صابيع البابايا خيار قرب. يا جماعة ريحة هاي الفطيرة كتير طيبة، حسيت فيها شوي من ريحة التفاح، ما بعرف ليش سيت إذا على بالي. كتير بتعجبني الأجواء الشعبية، إنه كشكات صغيرة تأخذ تشبع جوعتك بتقعد بتاكل وبتطلع. أنا هاي الأجواء اللي عزت بتعجبني. طيبة كتير خالد، لازم تذوقها الصراحة، طيبة كتير بتجنن. وانا برايي انه ما تاخذوا شيء عليها من فوق اطيب، لانه بتحس بطعمه العجينه. انبسطت كثير بزيارتي لهذا السوق، وشفت القسم الثاني من بودا اللي هي الاسواق الشعبيه، ودقت الاكل المشهور او الكروسان المشهور دقته بس. وهلا انا رح اروح لازم واحجز الاوتيل احسن ما اصفى بالشارع. بالفعل يا نانا حان الوقت للأوتيل قبل ما تصر فيه كل شي معك. وهلأ خلونا نشوف إذا سليم كمان قرر يلاقي أوتيل ولا حابب يكمل سياحة. سمعت كثير عن هاي الأكلة، اسمها غوياش وهي الأكلة الشعبية في المجر، فقررت أجي على هذا المحل اللي يدعي أنه هو أقدم محل في فاست على هذه الضفة من النهر.
المحل كان بالأصل جزء من قصر باروكي، ولا زال تحفة معمارية بتشهد على عمارة الباروك في بودابست. الأكلة نفسها ابتكرها الرعاة الغنم في القرون الوسطى. طبعا المجريين بطبيعتهم شعب رحال، الأكل بيعكس تاريخ المدن، المراحل التاريخية اللي بتمر فيها والشعوب اللي احتلتها والشعوب اللي حكمتها. توقعاتي بالنسبة للأكلة كتير كتير عالية، وأنا متحمس إني أجربها. كتير زاكية وسعرها يعني مش كتير غالي، يعني حوالي كل إشي حوالي 20 دولار لمحل زي هيك، يعني يعتبر من أحسن المطاعم في بودابست، السعر كتير كتير معقول. قبل تأسيس بودابست كان موجود محلها مدينة رومانية قديمة اسمها أكوينكوم. الاسم أكوينكوم معناه إشي زي مدينة المياه، وسبب التسمية كان هو شهرتها بالحمامات الرومانية، وهذا هو سبب وجود العديد من الحمامات الحرارية ومرافق الاستجمام في بودابست. واحد سبب ثاني من أسباب رواج الحمامات في بودابست هو الحكم العثماني اللي استمر لحوالي 150 سنة لبودابست. الآن أنا رح أختم يومي بإني أزور واحد من هذه الحمامات. طبعاً صاحب الميزانية العالية بيحق له يدلل حاله، وليش لا يا سليم شوية راحة بالسبا مش غلط، ولكن كلفتك 150 دولار، دير بالك. وبعد نهار ممتع وطويل وحلو جداً بصراحة، أنا هلأ تعبت وقررت أشيك على الأوتيلات الموجودة هون بالمنطقة، والأسعار كتير معقولة الصراحة، يعني 45 دولار شفت أوتيل وانا عم اتمشى لقيته هون. حلو 45 دولار، بس ان شاء الله ما تطلع شيء نصبي ويكون الاوتيل عن جد حلو ومرتب. انا خليني هلا افوت على الاوتيل وبشوفكم، وتصبحوا على خير وباي. لا هذا الاوتيل هذا اي هذا وانتي بألف خير يا نانا، يعني صرفتي ميزانيتك اليوم على القد تماما. يا ترى سليم شو صار معه؟ أنا بصراحة ضايع، بحاول ألاقي الأوتيل، لكن التوهان بهذه المدينة متعب بحد ذاته، كأنه المدينة بتلبس سحرها كله بالليل. للسور اللي بتعبر النهر، تلال بودا، القلعة الكبيرة. بالفعل يا سليم هي مدينة رائعة جدا، أهم شيء أنك تجولت وانبسطت وصرفت ميزانيتك على أشياء أنت كنت حاببها. هيك بيكون انتهى يومنا في بودابست. صراحة يوم واحد أو يومين بيكفوش لهالمدينة، في كتير شغلات ممكن تعملها. يعني أنا اقتصدت كتير بزيارة المتاحف المعارض، ما كانش في وقت لإني أعمل كل هاي الشغلات. وهنا بحكي لكم تصبحوا على خير، ورح أشوفكم بكرة. صباح جديد لمذيعينا بهالمدينة الخلابة ويلي عرفونا عليها أكثر مبارح، يا ترى هنن وينن هلا؟ تمام منيحة، وأنت كيفك؟ تمام. شو في هالمشروب صباح بالقفة؟ هلا أخذ بجت العالي وجايب لي شاي وفرحان فيه، وأنا جبت لك تذكار هالقد قد هذيك المرة؟ هالقد يعني إنه هالقد قد محمد. كيف كانت رحلتك؟ كثير حلوة، كثير بجنن هالبلد. هالمدينه كثير حلوه، النهر، السور، تلال بودا، الموسيقى جميله، الموسيقى المجريه، مزيج بين الموسيقى بين الموسيقى الاسيويه والموسيقى الاوروبيه والموسيقى المجريه، كل هالاندماج. الله. انا على فكره امبارح وانا كنت عم دور على الاوتيل كنت ماشي المساء، بصراحه تفاجأت من روعه المدينه المساء، الاضواء كله يا حلو، حتى الجسور كان منظر رائع. دبرت اوتيل ونمت وكذا. لا لا كل شيء تمام من هالناحيه. والله لا اكيد. تمام ممتاز. كيف كانت نومتك؟ والله انا بصراحه حجزت اوتيل وكان سعره انه معقول، وتفاجأت انه عن جد طلع حلو الاوتيل، يعني كان سعره كتير رخيص صراحه،
وضبيت ايدي شوي واصل البلد اقتصاديه واكلت كرواسان كثير مشهوره هون. اسم الكرواسان خيو احكي لك شغلي شو مشان التكاسة. يعني انا على فكره طلعت على القلعه اخذوا مني كثير مصاري. ما بعرف ليش، يمكن منطقه سياحيه بتعتمدوا على المواصلات العامه، بس انا ما كانش عندي مشكله بهالموضوع. لا بس انا عندي كان مشكله انه وقت طلعت بصراحه قلعه الصيادين، يعني دفعت كثير مصاري على التاكسي، تمنيت لو طالعه مشي الصراحه. انت ما حدا نصب عليك هيك ما كانت كثير فرق، بس ما كان اساس المصاري قد تشتريش اشي. ما قلت لاخر مره الواحد يتغير بصراحه. يا جماعه انا كثير متحمسه والهواء عم يطيرني، فبنشوفكم بحلقه جديده من بلد جديد. وين بتتوقع يكون؟ بعد عرفت، بس بتمنى يكون حلو زي بودابست. هي في اوروبا حلوه. يلا سلام. سلامات.